ابى اسالك الحين ابو خالد، الوشم مش حكمه؟ هو الوشم حرام؟ اي حرام، كله النار. ليه؟ طيب انصح اصي، انا نصحته بس ما يبي يسمع مني. لا لا وش حاطن على وجهي؟ ماني حاط وشم، انا حاط تاتو. وين؟ هنا برجلي. ايش رايك بالتاتو؟ لا 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 هذا خلاه يخاف انه مستقبلا يفكر بس تفكير انه يحط وشم، ما خلاه حتى يتوب.